أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا في مملكة البحرين حتى مساء أمس السبت قد بلغ 295,296 شخصا. وتبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أن عدد حالات التطعيم ليوم أمس بلغ 2379 حالة تطعيم. ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالمبادرة في أخذ التطعيم، حيث وفرت المملكة 5 لقاحات آمنة ومعتمدة، وذلك في سبيل الحفاظ على سلامة المجتمع.